نجد بالمصحف الشريف عبارة سجدة عند غير مالك، فهل تعفي هذه الكلمة القارئة أو المستمعة من السجود؟ وإذا كان الشخص غير متمسك بمذهب معين، فما هو موقفه من هذا؟ سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع دون نظر إلى كون هذا عند مالك أو عند غيره. فإن سجود التلاوة سنة على المسلم إذا قرأ آية السجدة أو كان يستمع إلى قارئ ومر بآية السجدة وسجد القارئ، فإنه يسجد معه دون نظر إلى مذهب من المذاهب. وأما ما كتب في المصحف عند غير مالك أو عند مالك أو ما أشبه ذلك، فهذا لا علاقة له بالمشروعية. وليت المصحف يخلو من مثل هذه الكتابات ويتجرد لكتابة كلام الله عز وجل دون أن يكتب كلام آخر. نعم.